تحية طيبة مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس لجنة القدس وحامي الأقصى لكنه حليف الكيان الصهيوني الذي دنس كل المقدسات واغتصب الأرض وشرد أهلها أيضا، معادلة عصية على الفهم ومخالفة للمنطق أيضا. في رصيد دبلوماسيته ألف حكاية عن جلسات سرية انتهك فيها عرض الأمة واغتصبت حقوق الأشقاء لصالح حليف الأمس واليوم. أمر لا يبدو غريبا، فبين الشقيق والحليف يتلاشى المنطق وتندثر المقدسات، ومهما تسطر الزمان على الزيف يظل التاريخ يسجل. نتابع هذا التقرير ثم نعود. هكذا نزل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس المعروف بجزار غزة بالرباط. بهذا تكون المملكة المغربية أول بلد يزوره وزير دفاع للكيان من بين الدول التي ركبت قطار التطبيع ضمن اتفاقات أبراهام. في الرباط جرى اجتماع مغلق بين الجانبين أعقبه التوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس للتعاون العسكري الاستراتيجي الأمني والاستخباراتي، وتضع الأسس لصفقات أسلحة مستقبلية بين الطرفين. مذكرة التفاهم هذه هي الأولى التي توقعها إسرائيل مع دولة عربية، وبهذا يكون المغرب السباق إلى الارتماء في الحضن العسكري الصهيوني علنا بعد سنوات من العناق السري. وجدير بالذكر أن عدة تقارير تحدثت عن تأسيس الكيان قاعدة عسكرية شمال المملكة مع منشآت للتنصت والجوسسة، فضلا عن برنامج تصنيع الطائرات المسيرة الانتحارية بالمغرب وغيرها من مجالات التعاون العسكري والأمني. الهوس المغربي بالارتماء في حضن الصهيونية بالتطبيع الشامل يطرح سؤالا في ذهن المتابع البسيط عن الفصام في شخصية المملكة تجاه القضية الفلسطينية، وملكها يترأس مثلا لجنة القدس التي تأسست لحماية المدينة من التهويد وطمس هويتها الإسلامية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج خارج التحرير نتناول خلفيات ودواعي وتفاصيل زيارة وزير الدفاع الاحتلال الصهيوني إلى المغرب تزامنا مع دعاية مغربية مفادها أن مساعي الجزائر لكبح جماح الكيان الصهيوني في العالم العربي وأفريقيا ليس إلا مظهرا من مظاهر الاستقواء الجزائري على العرب والأفارقة، أو هكذا يقال في الدعاية المغربية. ولمناقشة هذا الموضوع بتداعياته كما قلنا في البداية بتفاصيلها أيضا، أسعد باستقبال كلا من الأستاذة الدكتورة عابر نجوى أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية هنا معي في الاستوديو. الدكتورة مرحبا بك. أهلا أستاذ، شكرا على الاستضافة وتحية طيبة لكل مشاهدين قناة الدولية. شكرا جزيلا دكتورة. أيضا بعد قليل سيلتحق بنا هنا في الاستوديو الأستاذ دكتور زهير بوعمامة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، ننتظره بين الفينة والأخرى. ومن العاصمة الموريتانية نواكشوط الأستاذ علي أحمد سالم خبير أمني في الشأن الأفريقي ومنطقة الساحل. الأستاذ علي مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك ولكل مشاهديك الكرام. شكرا جزيلا. لعلي أبدأ معك هكذا على المباشر أستاذ علي، كيف نقرأ زيارة وزير الدفاع الكيان الصهيوني إلى المملكة المغربية في إطار المسيرة التطبيعية بصفة عامة؟ السلام عليكم ورحمة الله. زيارة وزير الدفاع للمملكة المغربية وتوقيع مذكرة تفاهم لم تكن مستبعدة في ظل الارتماء المغربي في أحضان الكيان الصهيوني، بل وزير الدفاع هو الشخصية الثالثة التي زارت المملكة المغربية خلال الآونة الأخيرة. هذا يعيدنا إلى العلاقات المغربية الإسرائيلية التي حسب التاريخ دامت لأكثر من 6 عقود من التعاون، وفي سنة 1994 لأول مرة اعترفت المغرب بإسرائيل، وفي 1995 افتتحت مكتبا لها في إسرائيل، وسمحت إسرائيل للمغرب كذلك أن تفتتح مكتبا في فلسطين، إلا أن هذه العلاقات جمدت في سنة 2000 بعد الانتفاضة الفلسطينية. المغرب كل ما يفعله
في الآونة الأخيرة يعتبر نوعا من التخبط ونوعا من الارتماء في الكيان الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني، وتخليا مباشرا بعد هذا الاتفاق عن الأمة العربية والإسلامية وانتمائه الإسلامي وعمقه كذلك الإفريقي. دكتور علي إن سمحت لي دكتور علي، بمعنى أنه الآن هذه الزيارة هي تتويج لمحطات مختلفة من الخيانة والتآمر، أم أنها ربما تغطي عن وضع داخلي صعب أو لأسباب أخرى؟ هو يمكن أن نأخذ الأمر في شقين. بالنسبة للهوس المغربي نحو التسليح ونحو ابتزاز جيرانه وابتزاز الدول الإفريقية المحيطة به، يعتبر هذا جانب من الاتفاق يمكن أن يقرأ من هذه الواجهة. هناك الجانب الآخر، طبعا إذا أخذنا القمع المغربي لكل التظاهرات السلمية الداعية إلى إحلال الديمقراطية في المغرب، المغرب ليس جديدا عليه هذا النوع من الممارسات، والتعاون مع التعاون مع إسرائيل كما قلت لك ليس بالجديد. لا تفوتنا الحادثة التي وقعت وراح ضحيتها 3 سائقين جزائريين على الحدود الصحراوية الجزائرية، كانت بالطائرات المسيرة. زد على ذلك أيضا هنالك قلق إسباني من إقامة قاعدة عسكرية أو قبة في منطقة الناظور وعلى الحدود الإسبانية. وهذا هو السؤال أستاذ علي. نعم، من المغرب صار جسما غريبا في المنطقة كلها. نعم أستاذ علي ابقى معي، هذا هو السؤال الذي كنت سأتوجه به إلى ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة الدكتورة عابر نجوى، دكتور الصحافة الإسبانية كما تفضل قبل قليل الأستاذ علي من نواكشوط موريتانيا، ربطت بين الزيارة وافتتاح قاعدة عسكرية قرب مليلية وبشراكة أمريكية. يعني باش حتى يعني أربط فقط، وسؤال مهم، العلاقات المغربية الإسرائيلية يعني كانت علاقات كاملة وتنسيق كامل وزيارات على أعلى مستوى، ليس جديد يعني منذ نشأة الكيان وحتى قبل استقلال أو خروج المملكة المغربية عن الحماية الفرنسية في 1956 للتذكير فقط. للمغرب ساعد الكيان الصهيوني على اجتياز المعضلة ديمغرافية، وحتى سنة 2000 أكثر من 248 ألف يهودي مغربي تم تهجيرهم إلى إسرائيل حتى تتمكن هذه الأخيرة من تجاوز المعضلة الديمغرافية. لماذا تدعيم البنية الديمغرافية؟ لأنها أكبر إشكالية بالنسبة لإسرائيل هي نسيجها الاجتماعي وهي المشكل الديمغرافي، هذا هو المشكل بالنسبة لإسرائيل. اليوم أكثر من 1,000,000 مغربي إسرائيلي جارية كمواطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأيضا يعتبرون الملك المغربي ملكهم، وكان لهم دور كبير في بناء علاقات جد حساسة وجد وطيدة سواء على المستوى الأمني أو الاستخباراتي أو السياسي في كل محطات، قلت منذ نشوء أو ولادة الكيان الصهيوني في قلب فلسطين المحتلة. بالنسبة للقاعدة العسكرية التي أعلن عنها، لما نقول قاعدة عسكرية يعني بالمفهوم المبسط هي عبارة عن إنشاء تواجد أو تثبيت تواجد قاعدي، أو بالمفهوم الاستراتيجي هي عملية انتشار متقدم. عملية انتشار متقدم لماذا؟ لأنه يا أستاذ لو نرجع، ولكن عملية انتشار متقدم دكتورة عابر وأنت المختصة في الشأن الأمني، باحثة في الشأن الأمني، هل في خدمة المغرب المحاصر من كل جهة الآن، أم في خدمة إسرائيل حتى تستعمل المغرب كقاعدة خلفية لأغراض قادمة وربما لحسابات قادمة؟ لأنه تتقاطع في هذه المرحلة، تقاطعت مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المغربية وإسرائيل. لذلك هذا التوجه إلى التطبيع لم يأتي بشكل منفرد مع المغرب فقط، وإنما سبقه في سبتمبر مع الإمارات العربية والبحرين وأيضا السودان في أكتوبر،
أعلن قبول التطبيع بعد لقاء نتنياهو بعبد الفتاح البرهان في أوغندا. قلت أنه لو نرجع لاتفاقية التطبيع في حد ذاتها اللي موقعة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين المملكة المغربية. نعم. كل بنود الاتفاقية على ماذا نصت؟ نصت على أو قدمت خدمة للمغرب، المخزن المغربي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في نفس الوقت قدمت خدمة لإسرائيل على أساس أنها اكتسبت شرعية جديدة بهذا التطبيع. لكن ماذا استفادت الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية استفادت باش نشوف السياق من بناء محور عربي تقوده إسرائيل من أجل ماذا؟ من أجل هذا هو الدور، وهذا هي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه دور القاعدة هي منع الجزائر والمحور التابع لها روسيا خاصة من التمدد نحو غرب أوروبا. لأنه المغرب لما تقدم هذه الخدمات أو تستفيد من فرض سيادتها على الصحراء الغربية ليس مجانا. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت هذه الخدمة أو هذا الاعتراف للمغرب حتى تقوم المغرب في إطار المحور العربي المتصهين بتقديم خدمات، لأنه قلت حلف الناتو تم. طيب دكتورة حتى نضيف يعني لهذا الموضوع، خلينا نروح في شق ثاني من هذا السؤال إلى الأستاذ علي أحمد سالم في نواقشة. أستاذ، يعني تحدثنا عن قراءة إسبانية لهذه الزيارة الخاصة بوزير الدفاع الإسرائيلي للمملكة المغربية، لكن في نفس الوقت هناك قراءة أخرى من الإعلام الإسرائيلي، الإعلام العبري، ربطها بخطوة قادمة لنشر صواريخ باتريوت هكذا قال على الحدود الجزائرية، وقال إن البنطاغون وافق على تسليم المغرب هذه المنظومة الدفاعية من طرف شركة لوكيد مارتن المتخصصة في الصناعات الحربية. إلى أي حد تصح هذه القراءة للصحافة العبرية؟ هو بداية الأمر واضح جدا، وما تقوم به المغرب مكشوف جدا. كل الخدمات التي تقدمها المغرب لإسرائيل هي خدمات كما تفضلت الدكتورة، خدمات مدفوعة الثمن. خليني أربط الموضوع بمحاولة إسرائيل الحصول على مراقب إقليمي أو صفة مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية. نعم. سنة 2014 لما حاولت المغرب الانضمام إلى الوحدة الإفريقية من جديد، دفعت المغرب رشاوي للأسف الشديد حسب آخر تقرير خرج منذ يومين فقط. هذا التقرير الذي تم تسريبه من الوزارة الخارجية المغربية أكد أن المدير بوزارة الخارجية المكلف بالشؤون الخارجية والإفريقية عمل على تقديم مبالغ مالية لبعض ممثلي الدول من أجل التصويت لإعادة المغرب، بالرغم من أن بنود منظمة الأمم المتحدة تتعارض مع ما تمارسه المغرب من احتلال على الجمهورية العربية الصحراوية. بالنسبة للمغرب بدأت الآن تحاول أن تكون ندا لبعض الدول الجوار، خاصة إسبانيا مثلا وخاصة الجزائر. كلنا يعلم وكلنا نعرف والعالم كله أن الجزائر تمتلك أقوى جيش في المنطقة، لكن خلال الآونة الأخيرة بعد المشاكل التي حدثت مؤخرا بين إسبانيا والمغرب بدأت المغرب تنظر للموضوع بشكل آخر، خاصة أيضا إذا ما أخذنا في الحسبان. نعم أستاذ علي، أن المغرب نعم أرجو أن تتفضل بالبقاء معي في هذه اللحظات. يلتحق بنا على المباشر الأستاذ الدكتور زهير بوعمامة، وهو كما قلت الأستاذ الجامعي الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور مرحبا بك معنا. مرحبا، شكرا على الاستضافة أستاذ مقدم، وسعيد بالتواجد معكم لأول شكرا مرة. جزيلا على كل لم يفتك الكثير في هذه الحصة. بدأنا منذ دقائق قليلة فقط تحدثنا في البداية مع ضيفي الكريمين هنا في الاستوديو في العاصمة نواكشوط عن قراءة عامة في هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب. تحدثنا عن قراءة إسبانية ربطت الزيارة بافتتاح قاعدة عسكرية في منيليا، وتحدثنا عما قدمته الصحافة العبرية في إسرائيل من قراءة ربطتها بمنظومة باتريوت التي تحاول الآن الولايات المتحدة الأمريكية أن تزود بها المغرب. هنا أسألك دكتور زهير، صفقة الباتريوت هذه التي تتحدث عنها الصحافة العبرية صفقة تجارية أم خطوة أمريكية نحو الاعتراف بالسيادة
المغربية المزعومة على الصحراء الغربية؟ لا أعتقد أنها خطوة في ذاك الاتجاه، ولكن لو سمحت لي أستاذ مقدم أعود لي أضع هذه الزيارة في سياقها السياسي والاستراتيجي. المنطقة أستاذ مقدم فوق رمال متحركة، يبدو أن هناك إرادات تريد أن تذهب بالمنطقة نحو مسارات ومصائر أخرى، وعدا الخلاف والنزاع المعروف بين الدولتين الأكبر في المنطقة الجزائر والمغرب، الجديد الآن الحاضر الجديد هو الذي استدعي لا شك من قبل الرباط لأجل حسابات استراتيجية قد أقولها الآن، هو تل أبيب، هو الكيان الصهيوني. أستاذ مقدم، لو طرحنا السؤال كيف يفكر أو تفكر الرباط وهي تقبل على هكذا خطوة تجسيدا، انتقلت من مرحلة الأهداف إلى مرحلة التجسيد ومرحلة الوسائل، أعتقد بأن الرباط الآن لديها خيار يقول التالي، هي تعتقد، ودعني أستعمل مصطلح آخر، تتوهم بأنها حين تضع نفسها تحت حماية من تتوهم، من تعتقد أنهم قوى غير قابلة لأن تخسر، مع أن هذه القوى خسرت أستاذ مقدم، نعم، بإمكان أن 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 تحقق أو أن تحصل على الجاك بوت، على الجائزة الكبرى كما يقال. هذه الحسابات ساقطة ويمكن أن تسقط للاعتبارات التي قد نعود إليها بعد قليل. نعم. في المقابل أستاذ مقدم، الجزائر حساباتها للمنطقة معتمدة على قدراتها، معتمدة على خط، على خيارات تعتبر أن استقلالية قرارها الخارجي شيء مقدس، على الرغم من أننا موجودين في شراكات، في علاقات مع آخرين، ولكن أبدا لا نصل إلى هذا المستوى من البيع، من ال- 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 الخيانة في مقابل الحصول على وهم أنهم يمكن أن يواجهوا قوة يقولون فيما لا يصرحون به أستاذ مقدم أن الجزائر مشات بعيدا بحيث لا قبل لهم بأن يواجهوها الآن، وبالتالي الحل أستاذ مقدم لأجل أن يمرر ويفرض وقائع يريدها الاحتلال في الصحراء الغربية أو خيارات أخرى جلب هذه القوى إلى هذه المنطقة، في هذه النقطة بالذات يمكن دكتور أن يتم عن طريق الارتهان كلية لتل أبيب، وهم أستاذ مقدم لو نراقب ونحلل أيضا مجموعة من الخطوات الدبلوماسية التي قامت بها الرباط خلال الأسابيع الماضية، سنجد للمفارقة أنهم انحنوا للأوروبيين، انحنوا للألمان، انحنوا بشكل كبير جدا للإسبان، نعم. وقد دخلوا كما تعلم أستاذ مقدم في الشهور الماضية في أزمات تقريبا مع كل جيرانهم، مع صحيح. كل هؤلاء بشكل جعل هم محاصرون بالأزمات تماما، جعل البعض يتساءل عن بلادة العقل الذي يفكر للمخزن الآن وهو يفتح هذه الجبهات. نحن نراقب ما يفعلون، ورأينا بأنهم في الأسابيع الماضية هناك حسابات جعلتهم أعتقد هكذا يحاولون أن يخففوا أو أن يعني يعيدوا مراجعة بعض الأشياء بحيث يجعلوننا أو يرتهنون تماما في عند الإسرائيليين، ويعتقدون بأن هذا الخيار قد تكون له آثاره علينا. ولكن ثمة سؤال مهم في هذه النقطة دكتور زهير، وأبقى معك، يعني في خضم هذه التسارعات وهذه الحسابات المعقدة وهذه الاستراتيجية، لماذا يراد جر الجزائر إلى أن تكون طرفا في المفاوضات المعطلة أصلا، يعني ما بين الصحراء الغربية والمغرب؟ لأنه كما قلت هذه المناورات مكشوفة، لأنه هؤلاء مشكلتهم أنهم
ينكرون ويحاولون أن يصوروا الوقائع بطريقة غير موجودة على الأرض، يريدون أن يقولوا للآخرين بأن المشكلة ليست مشكلة، يفتقدون للحجج الدامغة ولذلك يلجأون إلى يعني ربما هو الاحتلال كله سد كل احتلال ما عندوش مبرر لا منطقي ولا عقلاني ولا تاريخي، لكن طريقتهم هي التالية، هي أنه بما أن هذا الجار ثابت على مواقفه، بما أن هذا الجار في السنوات الماضية وقد حاولوا أستاذ مقدم أن يعبثوا بداخلنا في مناسبات، أنا أعتقد بأنه الذي يفعلونه الآن بهذا الخطوة لا مسؤولة بالارتهان كلية لعدو المنطقة، لقوى الشر التي جلبت الخراب في مناطق أخرى ولا يمكن أن تجلب الخير لهذه المنطقة، هو أنهم وصلوا إلى أن كل الخيارات الأخرى التي جربوها في العامين وإن كان التحول في البلد وحاولوا أن يحولوا التحول إلى إسقاط للدولة بمناورات نعرفها جميعا انتهت ولم 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 لم تجدي نفعا، الآن أعتقد بأنهم ينتقلون إلى هذه الخطوة، خطوة فيها مخاطرة، فيها حتى إساءة للشعب المغربي. أستاذ ورأينا البارحة كيف كانت هناك يعني احتجاجات كثيرة في الريف المغربي وفي عدة مدن، لأنه يجب أن نقول هنا نحن نقرأ جيدا كما قال اليوم مسؤول كبير سيد قوجيل رئيس مجلس الأمة بأنه هذه خطوة ضدنا كما قال الإسرائيليون كما يقول المراقبون في الضفة الأخرى، الجميع متفق على أنه هذا التحالف، هذا الانتقال من مجرد التطبيع الدبلوماسي إلى تحالف عسكري وهي سابقة أستاذ مقدم. لا توجد دولة عربية سابقة الرباط في أن تتحالف عسكريا وأن تذهب إلى هذا المستوى من التعاون بقوسين مش تعاون من الارتهان، لأنه أنا أعتقد بأنه بهذه الخطوات لكلي مفاتيح المغرب وضعت في جيب الصهاينة الآن صحيح. وكثير من الشرفاء في المغرب كانوا قد حذروا قبل حتى إخراج هذه العلاقات إلى العلن، وحذروا بعد إخراجها إلى العلن بعد التطبيع، ويحذرون اليوم وهم يرون هذا الانزلاق نحو ما لم يكن يتصور تماما، أن دولة عربية تدعي أنها على رأس مؤسسة القدس وتدعي وتطمع تجعل نفسها قاعدة متقدمة للصهاينة في منطقة كانت على الدوام أستاذ مقدم في السنوات في العشريات الماضية، المغرب العربي كان منطقة عصية، كانت منطقة عصية على الصهاينة. الآن هؤلاء يفتحون أبواب المنطقة للصهاينة، لا شك أنه أنا متأكد يقينا بأن أولى ضحايا جلب قوى الخراب هذو سيكون المغاربة في حد ذاتها، ستكون طيب الدولة المغربية في حد ذاتها. دكتور زهير خليل، لذلك لا بد للأشقاء الشرفاء في المغرب أن يتحركوا، لأنهم هم المهددون أولا بأن دخلت الأفعى إلى ديارهم إلى حجرهم. طيب خلينا نمضي مباشرة للدكتورة نجوى. دكتورة، هل هناك علاقة يعني سواء مباشرة أو غير مباشرة بين إصرار المغرب على جعل الجزائر طرفا في القضية الصحراوية من جهة الاستقواء بإسرائيل من يعني على الأقل من الناحية القانونية والسياسية؟ دبلوماسيا الجزائرية تدرك جيدا أنه لو تكون الجزائر طرف مباشر في مفاوضات انتهت قضية الصحراء الغربية قانونيا صحيح. وسياسيا، لأن الهدف من جر الجزائر إلى طاولة المفاوضات ما هو؟ أولا هو إسقاط أو إبعاد الطرف البوليزاريو كطرف ووضعه كحركة تمرد داخلية. لو دخلت الجزائر إلى طاولة المفاوضات أو لو جلست الجزائر إلى طاولة المفاوضات يعني أن ملف الصحراء الغربية سيخرج من تصنيف الأمم المتحدة الذي يعتبر الملف ضمن اختصاصات لجنة الرابعة القاضية بتصفية استعمار بين صحيح. الجزائر والمغرب ما كانش تصفية استعمار، وإنما ممكن تكون تسوية حدودية، وهذا دفعت به الجزائر مسبقا وقالت بلي ما عنديش أطماع في الأراضي الصحراوية، بمعنى جر الجزائر إلى طاولة المفاوضات يعني إنهاء وقبر القضية الصحراوية سياسيا وقانونيا بشكل نهائي يعني. نعم طيب واضح. أستاذ عالي من وقشط يعني الجزء الثاني أستاذ من السؤال
ما جاوبتش الجزء الثاني، فقط أرجو إعادة الجزء الثاني. قلت من الناحية السياسية والقانونية، يعني هل هناك علاقة بين إصرار المغرب على جعل الجزائر طرف في القضية الصحراوية والاستقواء بإسرائيل؟ بالنسبة للاستقواء في بإسرائيل يا أستاذ، بعيدا عن التحاليل أو الرغبوية أو بعيدا عن التحاليل القيمية، يعني مع كل الاحترام للتحاليل القيمية التي تنظر إلى يعني ما أقدم عليها المخزن هو غدر وخيانة، لكن قلت هذه وظيفته، هو كيان وظيفي أنشئ منذ 1956، وملوك المخزن يقدمون وظيفة معينة لا يستطيعون الخروج عنها. نفس الشيء، وهو صراع محاور اليوم، والصراع بلغ نقطة حاسمة، وقلت فيما سبق أنها تقاطعت المصالح ما بين مصالح الولايات المتحدة الأمريكية كقوة تعمل على التمدد من أجل منع تمدد روسيا والصين في إطار الحزام الطريق، وأوروبا هناك العديد من دول أوروبا اللي أصبحت ضمن الحزام الطريق، وهذا يعني هذا يناقض الولايات مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا بالنسبة لحلف الناتو، حلف الناتو انتهى بماذا؟ انتهى بتحالف الأوكيوس، وانتهى بالتحالف العربي هذا المتصهين مع الولايات المتحدة الأمريكية. عندنا حلفين عوضا حلف الناتو، يعني في مدة زمنية قريبة سيتفكك حلف الناتو بشكل نهائي كما سينتهي الاتحاد الأوروبي. طيب دكتورة، خلينا نروح نشوف الأستاذ عالي، يعني من نواقصد أستاذ، يعني على ذكر الغدر والخيانة كما تفضلت قبل قليل الدكتورة عابر نجوى هنا في الاستوديو، البعض يقول يعني هناك قراءات أعطيت لهذه الزيارة ولسلوك سلوك النظام المخزني، البعض يقول محمد السادس الآن يكمل مهمة بدأها والده الحسن الثاني في تميزت بتفكيك الصف العربي، بدءا بجر جمهورية مصر العربية إلى التطبيع، ودوره أيضا كما نعلم ويعلم الجميع في نكبة العام 1967، وأيضا استضافة المغرب للمؤتمر العالمي لعام 94 الذي أسس كما تعلم ويعلم الجديد لمرحلة جديدة للكيان الصهيوني. هو التاريخ محفوظ دائما. الحسن الثاني رحمه الله كان جميع القمم التي يتم عقدها في المغرب أو المؤتمرات يتم التجسس عليها مباشرة من طرف إسرائيل. كانت هنالك علاقة بإسرائيل طويلة الأمد. المغرب الآن أكمل كما تفضل الدكتور جميع حلقات هذا التطبيع والارتماء في أحضان الكيان الصهيوني. زيد على ذلك أن المغرب بعد هذا الاتفاق الذي وقعه مع إسرائيل، والذي للأسف الشديد يعتبر نقطة سوداء في جبين الأمة الإسلامية والأمة العربية، حتى على أنه لا توجد أي دولة عربية واحدة كما تفضل الدكتور وقال عقدت اتفاقا أو تفاهما عسكريا مع إسرائيل، بالرغم من أن هنالك اتفاقات أمنية بين إسرائيل مع مصر والأردن، لكنها لم ترقى أبدا إلى هذا. من ناحية أخرى، هنالك السفراء في المنطقة الإفريقية مثلا، وأنا أعرفهم، هم من أصول المغاربة، هم سفراء لإسرائيل في بعض الدول الإفريقية. المغرب وإسرائيل العلاقة بينهما امتدت لستة عقود من التعاون، وخلينا نرجع للوراء قليلا. كل هذه الأحداث مترابطة فيما بينها، وإن كان التاريخ أو الفاصل الزمني يفصل بينها قليلا، سواء بمحاولة انضمام المغرب كما قلت قبل قليل لمنظمة الوحدة الإفريقية من جديد والدور الإسرائيلي في هذا، ويشكل كذلك، يريد أن يشكل غطاء لحصول إسرائيل على صفة مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية طبعاً بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. المغرب يعتبر كذلك أول من أوائل الدول التي فتحت مكتب سنة 1994 في إسرائيل. العلاقات تم تجميدها كما قلت فقط في سنة 2000، إلا أن هذه العلاقات ما زالت متواصلة، خاصة مع بداية التطبيع الجديد والذي تم
تشريعه بالاتفاق مع شركات إسرائيلية، حيث أجاز البرلمان المغربي أنذاك تقنين الحشيش، وبالتالي إدخال شركات إسرائيلية إلى المغرب من جديد. وهذا طبعا هو إحياء، لأن الحشيش كان يتاجر به في المغرب منذ سنة 1910-1907، كان اليهود يتاجرون بالحشيش في المغرب. الفعلة الجديدة التي عملها المغرب أظن أنها ستؤذي المغرب والمقاربة قبل أن تؤذي جيرانها. دول الساحل ومنطقة المغرب العربي التي تشترك مع المغرب في العديد من الاتفاقيات والجوار، وضعت المغرب الآن على كف عفريت بهذا التعاقد الجديد الذي بات يهدد الأمن في شبه المنطقة، خاصة في الدول التي لا ترقى لمصافي متابعات أمنية في هذا المجال، أو هي قوية بما يكفي لمتابعة كل ما يدور من أحداث في المنطقة. طيب أستاذ علي، ابقى معي. نعم. سأتوجه الآن إلى الدكتور الزهير هنا في الاستوديو. دكتور، يعني لو أردنا أن نخرج من قراءة إقليمية إلى نطاق إلى نطاق أوسع عالمي، كيف نقرأ أو كيف تقرأ أنت المحلل السياسي تقاطع هذه الزيارة الآن مع إعطاء حركة المقاومة الفلسطينية حماس صفة المنظمة الإرهابية من طرف بريطانيا، وأيضا في نفس الوقت تجريم حزب الله اللبناني من طرف أستراليا، وكلاهما يشتركان في صفة المقاومة؟ وطبيعي هناك صراع غير منتهي سعيد، وهذه أشياء مترابطة منطقيا، ولكنها كل واحدة تجري على جبهة من الجبهات. نعم. هذا ربما يقودني أستاذ مقدم لأن أشير إلى مسألة مهمة، حتى إحنا علينا أن نقرأ ما يحدث بطريقة هكذا، بطريقة الماكرو. يجب أن نفتح أعيننا على ما يحدث، ليس على مستوى خط معين، لا، هناك أشياء مترابطة بشكل كبير جدا، ويجب أن نستفيد من التحولات الحاصلة هناك كما هناك. هؤلاء اقتربوا إلينا، سيكون من المشروع أستاذ مقدم أن نفكر الآن في أن نلعب اللعبة الجيوسياسية، بما أنه احنا كنا دولة تحترم القانون وتتكلم بالقانون الدولي وبالمبادئ، ودولة، جوابا على سؤالكم قبل قليل الدكتورة عبير، لماذا يريدون أن يجرونا؟ لأنه لو كان يجرك خلاص نخرج من القانون ومن مجلس الأمن وندخل في المساومات، واش مد لي واش نمد لك. والجزائر معروفة ما عندهاش حاجة فوق الطاولة وتحت الطاولة، وهذا اللي مسبب لهم مشكل، أنهم أمام دولة مبدئية. مش نحن لسنا دولة ما تعرفش صالحها، لكن دولة تمزج بذكاء وبشرف بين مبادئها اللي هي جزء من هويتها وبين مصالحها بشكل عادي. في بعض القضايا نحن نرى أنه لا يمكن أن نساوم، لا يمكن أن نبيع الآخرين بأثمان يعني زاهدة. وما أسهل أستاذ مقدم الآن في هذا الزمن، ما أسهل التنازلات وما أجزاها في بعض الأحيان، خاصة حينما تتنازل على الأشياء الكبيرة جدا الأساسية، الأساسية. نعم. على المواقف المبدئية يجوك ويقدموا لك، وربما يحتفوا بك في فترة معينة. نحن اخترنا هذا البلد بالنظر إلى تاريخه، بالنظر إلى قدراته، بالنظر إلى ما يمثله لدى آخرين كتر. اخترنا أن نكون هكذا، أن نكون مع العدالة، مع العدل، مع القضايا العادلة. ونعرف أستاذ مقدم، لأنه إحنا الجزائريين أيضا مع بعضنا لازم نتكلم الآن بلغة صريحة، نعرف الكلفة. الكلفة موجودة، الثمن موجود في العالم. صحيح. هذا لأنه صحيح. من يحتفظ بهكذا مواقف في زمن لابد أن يدفع ثمنا غاليا، ستسارع على البيع وبأسعار زاهدة. نعم. لكن مع ذلك أستاذ، علي أن أقول بأنه ربطا بما يجري هنا وهناك، ما يقع حتى البعض ربما يبدأ، لا عادي، نحن واعين ويجب أن نكون ويقظين، ويجب أن نكون أكثر بهذه المتغيرات، لأننا لكن نحن دولة الحمد لله لديها رجالها
تدرك وتقرأ جيدا، ماهيش بسيطة، باحترافية هذه الأشياء، هذه أيضا لديها قدراتها، ولا تعتمد ولا ترتهن لغيرها في هذه الأشياء أستاذ، ولديها أوراقها أيضا التي لما لعبت بعضا منها مع جار السوء هذا هو اللي أصبح في الفترة الماضية في مآزق وجودية، لأقول مش 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 بسيطة. صحيح. لعبنا ورقة الطاقة اللي كانوا ياكلوا في خيرنا وساكتين لفترات السنوات، على الرغم من حالة النزاع وحالة العدائية اللي تجينا منهم، لكن لما في فترة معينة قلنا الفو أدابتي، يجب أن نكيف وأن نعامل هؤلاء بمقتضى الوضع اللي هما جاوليه، فتبين بأنه لدينا أوراقنا، ولدينا أوراقنا الكثيرة أيضا أستاذ التي لم نلعبها بعد، ومنها وبكل صراحة نعم للقانون، نعم لكذا، لكن لما القانون ما يجيبش، لما نشوفه مجلس أمن بكل أسف ربما لا يحميك هذا القانون، انصياعا لإرادة طرف معين وبصفقة بين طرفين يخرج القرار الأخير المنحاز تماما واللي فيه إشارات سلبية كذا في السياسة. إذا القانون ما جابش كاين طريقة أخرى اللي هي أن تستعد لكل الاحتمالات، والقائد كما هو في السياسة يستعد لكل الاحتمالات، كل الاحتمالات كما يقال بما فيها الأسوأ. نعم. ويعمل يتمنى أفضلها كما طيب يقال. دكتور الجزائر. نعم. أعتقد أستاذ في هذا الأمر هذا تعمل على هذا المستوى لا أقول بأريحية، نحن في ظرف يجب أن نعترف ظرف ضغط، لكن في المدى القصير، أما في المدى المتوسط والطويل لو أربط بالتغيرات الدولية الحادثة أستاذ، سأقول بأنه كل الذين تتحالف معهم الرباط التغيرات الكبرى راهم في الانحدار. فرنسا أستاذ. نعم. أستاذ مقدم تفشل في الساحل، فرنسا تنحدر، إسرائيل ليست كما يتوهم المغاربة دولة لا يمكن، بالعكس شفنا أنه في المرة الماضية لما صرى وسرات في الداخل في معركة القدس وفي الداخل إسرائيليين بدأوا يتكلموا على أنه كاين أزمة وجودية لهذه الدولة التي لا. صحيح. يمكن أن تستمر هكذا. نعم. أمريكا أستاذ انهزمت في أفغانستان. صحيح. بمعنى الصين الآن أستاذ تحقق لاباريتي استراتيجيك مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن تتفوق عليها بداية من 2030. طيب. بناء على إذن هذه المعطيات دكتور، لدينا أيضا شراكاتنا، حتى نتقدم قليلا في الحوار لأن. نعم. الوقت أدركنا دكتور. بناء على هذه المعطيات دكتور عابر، يعني بناء على الهشاشة التي تعيشها هذه الوضع، نتحدث الآن عن اتفاقية عسكرية، لو سألتك هكذا على المباشر حتى يفهم المشاهد ربما البسيط الذي لا يعي أبعاد هذه الاتفاقية، ما هي دلالات الاتفاق أو الاتفاق العسكري، وهل هو تعاون تقني وتسليحي أم اتفاق دفاع مشترك يعني فقط؟ يعني حتى بين الخارجية الإسرائيلية لم يوضح، وإنما هو اتفاق مفتوح، يعني يمكن أن يكون دفاع مشترك. وهنا نتساءل، يفتح المجال لعدة تساؤلات، هل المغرب ستدخل مثلا في حرب مع إسرائيل ضد حماس؟ هل المغرب ستدخل في حرب مع إسرائيل في حالة نشوب حرب في جنوب لبنان مع حزب الله أو غيرها من القوى المقاومة؟ هل المغرب والشعب المغربي يقبل أنه المغاربة يكونوا في جيش واحد مع الجيش الصهيوني لقتال الجيوش العربية مهما ما كانت هذه الجيوش؟ ويعني وهنا يعني ليس بأمر يعني. نعم. مش منضخموش يعني، ونحاولوا يعني نعطوله أكثر مما ينبغي. المغرب شارك في تدمير ولكن العراق، ولكن ينبغي أن نقرأه بتمعن، لا نضخمه ولكن ينبغي أن نقرأه بتمعن حتى مثلا من مثلا اليوم كاين رفض، فعلا كاين رفض جماهيري وشعبي، لأنه ما نقدروش نفكروا أنه الملايين التي خرجت نصرة لغزة هي تقبل بهذا التطبيع، وإنما تم تسويق التطبيع على أنه مكسب قومي، هذا ما أراد المخزم. نعم. تسويقه. لكن هذا الأكذوبة هذه بدأت تنهار، لأنه بدأوا يشوفوا المغاربة باللي لا، المخزن ماشي إلى 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 مستويات ما كانوش يظنوا أنها تسرع. ربط التطبيع في البداية بالاعتراف
بالاعتراف الأمريكي بما يسمى مغربية الصحراء الغربية، ولكن الآن يرون بأن سلطتهم تنزلق إلى حدود لا علاقة لها بحتى الصحراء الغربية، لأنه حتى أستاذ حتى لو كان نشوفوا القاعدة هذه التي يتحدث عنها الإعلام الإسباني، وين راح نحطوها؟ في مدينة الناظور 40 كيلومتر تحت مليلية، في الشمال بعيدة على الأقاليم ما يسمونه هم بالأقاليم الجنوبية بتراب الصحراء الغربية. هناك أشياء أخرى جعلت حتى مدريد لديها هواجسها وأسئلتها وتطرح أسئلة. كما قلت يا أستاذ، هذه القاعدة موجهة لعرقلة التمدد الجزائر الروسي نحو غرب أوروبا. حتى طيب، المستهدف الأول منه دكتورة هو الجزائر، ولكن في المقابل ما هو تأثير هذه الاتفاقية الدفاع المشترك على بقية الشعوب العربية والبلدان العربية؟ هل هناك تأثير مباشر؟ نعم هناك، لأنها اتفاقية غير مسبوقة. هذه يعني جرأة غير مسبوقة. لو قارنا التطبيع مثلا الأردن ومصر، التطبيع على مستوى رسمي ضيق جدا، لكن الشعوب ترفض هذا التطبيع. نعم. لو نشوف مثلا في الحرب الأخيرة مع غزة كيفاش الجماهير تخطت الحدود ويعني أسقطت كل اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، لكن اليوم ما يقوم به المخزن هو استفزاز ليس فقط للشعب المغربي وليس وصمة عار في تاريخ الشعب المغربي، وإنما هو وصمة عار في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، خاصة كما ذكر الدكتور من موريتانيا، المغرب يترأس لجنة القدس منذ 1975. هذه اللجنة من ضمن صلاحياتها هي حماية الأقصى وحماية المقدسات وحماية التراث الديني والتراث الإسلامي والتراث العمراني من التهويد والممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل يوميا. طيب، على ذكر الأستاذ ضيفنا من العاصمة نقشط، خلينا نروح له مباشرة. أستاذ علي، يعني ربما يقول قائل أن إسرائيل الآن بلجوئها إلى هذه الاتفاقية استعملت ورقة المغرب وهي في حال ضعف، أو المغرب وهو في حال ضعف لأسباب كثيرة، منها ولوج القارة الإفريقية من بوابة آمنة، وربما هي بذلك تحقق مشروعا اشتغلت عليه لعقود طويلة ولسنوات طويلة. هو إسناد الضعيف على الضعيف يؤدي إلى سقوطهما. هو طبعا هنالك توجه جديد لفتح علاقات جديدة اقتصادية مع دول الإكواس، والمغرب غرب أفريقيا نعم طلب انضمام لهذه المجموعة الاقتصادية، إلا أن هذا الطلب ما زال معلقا. سأعود وأكرر من جديد أن الارتماء المغربي في أحضان الكيان الصهيوني هو ارتماء غير مبرر، وهو ارتماء غير مقبول، وهو ارتماء شكل وصمة عار ستبقى وتظل حتى وإن لم يطبق هذا الاتفاق على الشعب المغربي وعلى الشعب العربي وعلى الشعب الإسلامي. بالعودة إلى هذا الاتفاق، رغم أنه لم يتم تسريب شيء منه، يجب أن يوضح للرأي العام أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين المغرب وبين إسرائيل هو في مجال الاستخبارات وفي مجال الأمن وفي مجال عقد الصفقات وفي مجال التدريبات العسكرية، ويشمل كذلك إنشاء المغرب لحصول المغرب على معدات أمنية إسرائيلية متطورة، وكذلك الدفاع المشترك بين إسرائيل والمغرب. وهنا وهذه النقطة بالذات يمكن أن تكون مفتاحا مصراعيها على كل المجال. يعني نحن الآن كجيران للمغرب يجب أن نتوقع أي شيء من المغرب. زيد على ذلك أن المغرب بات مهوسا أو مجنونا، لأنه جميع الاتفاقيات وجميع ما يعقده من صفقات وجميع ما يقدمه سواء كان حتى مساعدات تسبقه العلاقة أو النظر إلى علاقة هذه الدولة أو هذا الشخص أو هذه المنظمة إلى القضية الصحراوية. يجب أن يفهم المغرب أنه دولة محتلة، ويجب كذلك أن يفهم أننا في المنطقة بات احتلال المغربي يشكل تأخرا منذ سنوات لإنشاء اتحاد مغرب عربي مشترك يضمن مصالح جميع شعوبه. من ناحية أخرى،
كما قلت لك وأعيد وأكرر أن كل ما يقوم به المغرب الآن هو سلسلة مترابطة بدأت منذ 1994 مع بداية افتتاح المكتب المغربي في إسرائيل. كل العلاقات وكل الاتفاقيات وحتى كل ما تذهب إليه المغرب هو يصب في هذه المصلحة. يجب أن نفهم أن المغرب وإسرائيل وأمريكا ثلاثي يحاول أن يؤسس لموطئ قدم في هذه المنطقة، في منطقة شمال غرب إفريقيا وفي منطقة دول الساحل. كما أننا لا ننسى أن الفشل الفرنسي كان سببه طبعا هو الاستباق بدعم مغربي أو بدعم معلومات استخباراتية جاءت لفرنسا من المغرب وخاصة من الجمهورية المالية. طيب أستاذ علي، عجلت بإلقاء وتوقيف عقد الاجتماع الذي كان مزمع في الجزائر قبل أن تطلق فرنسا أول طائراتها على القاعدة في مالي. طيب أستاذ علي، أستاذ علي، في هذه النقطة فقط أريد أن أشرك الدكتور زهير بعمامة هنا، ما فهمته الدكتور زهير من الأستاذ علي من وقشط أن إسرائيل تريد أن تجعل من المغرب قاعدة خلفية ربما لمشاريع مستقبلية لا نعلمها الآن. الأستاذ علي يتحدث عن نقطة مهمة، ذكر منطقة الإكواس في غرب إفريقيا. هناك ربما من يقول أن إسرائيل الآن بأهدافها ومشاريعها تحاول أن توظف المغرب لجمع أكبر قدر من المعلومات عن النشاط الإيراني في منطقة الغرب الإفريقي، منطقة الإكواس يعني، وهي منطقة معروفة يعني جدا. والله بدون أن نقع أيضا في بروباغندا المغاربة والإسرائيليين حول النشاط المبالغ فيه للإيرانيين في منطقة الإكواس، والله أصلا الصهاينة لديهم مشروع تجاه هذه القارة سابق عن وجود الإيرانيين وسابق عن وجود الأتراك وسابق عن وجود هذه القوى التي بدأت الآن تبحث عن أدوار في هذه القارة التي يقال بأن مستقبل العالم بالنظر إلى ما تبقى من ثرواته موجود فيها. لكن لا شك أيضا أستاذ مقدم أنه هذه الدولة، وأعود لأثبت ما قالته الدكتورة عبير قبل قليل، دولة وظيفية، بمعنى كانت على مر الأزمنة تقدم خدماتها مجانية للآخرين. نعم. في مقابل حماية العرش، في مقابل مصالح ليست دائما في صالح الشعب المغربي في عمومه، إنما العكس تماما. علي مرابط واحد من الصحفيين المغاربة الهاربين في إسبانيا قال في مثلا قضية الصحراء الغربية أستاذ مقدم، لو أن القضية هذه تحل المواطن المغربي سيعيش أفضل من وضعه الحالي مرتين أو ثلاث مرات بالنظر إلى هذه الإمكانيات الكبيرة التي توجه إلى هذا النزاع. لا شك أنه هذه المنطقة فيه عمل. نحن نعترف بأن المغاربة كان عندهم شغل في فترة معينة تجاه تلك المنطقة. نعم. استثمروا بشكل كبير جدا، عندهم أدوات نعرفها، بنوكهم بمسمياتها، مؤسساتهم الاستثمارية بمسمياتها، وإن كان هي أغطية لأعمال استخباراتية وأمنية في مالي لديهم، حتى أستاذ مقدم نقولها متحملين كل المسؤولية فيها، الدروع إرهابية. الميجاو ليس إلا تنظيما شكل تحت رعاية المخابرات المغربية. نعم. ونعرف هذه الأدوار. لكن أستاذ أعتقد بأنه أمرين اثنين سيؤديان إلى إلى محاصرة هذا. نعم. الأمر، أول شيء أن نعود كجزائر للعب أدوارنا في جوارنا الذي تغافلنا عليه لأسباب في فترة معينة. يلزمنا on doit prioriser nos efforts notre diplomatie. نعم، عن يجب إعادة توجيه وتركيز عملنا على هذه المنطقة اللي هي عمقنا الاستراتيجي. صحيح. واللي في فترة معينة لما كنا نشوف الأماكن كثيرة الفراغ استغله آخرون وربما سبقونا في تواجدهم، لكن بمجرد أنه كانت نية من السلطة الآن أستاذ مقدم للذهاب نحو تكثيف التبادل التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية في جوارنا، رأينا كيف أنه ربما العملية الجبانة لقصف الشاحنات نتاع الجزائريين واحدة من أهدافها. نعم. إرعاب وإرباك الجزائريين وإفشال هذا التوجه نحو إحياء التبادل الاقتصادي مع. طيب. هذه الدول. طيب لو أن أستاذ لو. نعم. الجزائريين سأختم. نعم.
لو نحسن توظيف أوراقنا في محيطنا، نحن دولة تمتلك من القدرات ما لا يمتلكه المغاربة. هذه لازم يفهموها، هما فاهمينها. نحن حين نقول أننا الدولة الأكبر في منطقتنا والدولة المحورية التي بقرارها المستقل الخارجي يمكن أن تكون العرصة الدعامة اللي الدول تاع المنطقة يرتكزوا لها، نحن لا نقول ذلك من فراغ، لكن علينا أن نجسد ذلك أيضا أستاذ مقدم عملا في خطط، في برامج، في استراتيجيات، في رؤية واضحة نديرها اليوم قبل غدوة، وغدوة قد قبل بعد غدوة. واضح جدا دكتور، وأعتقد وأعتقد أنه هذا التوجه الآن بدأ منذ مدة وبدأ يزعج، لذلك نشوفوا اللي سماها زميلنا الضيف الكريم من موريتانيا هذا الجنون نتاع الرباط، لأنها ترى دولة تتحرك الآن أو يبدو أنها لديها النية. نعم. لكي تلعب أدوارها في منطقتها. وصلت الفكرة دكتور، دعني أتوجه مباشرة إلى الدكتورة عبر. الدكتورة ربما كسؤال أخير، هل يتماشى امتلاك السلاح الإسرائيلي مع مزاعم التعايش والسلام للدول المطبعة ومنها المغرب بطبيعة الحال على رأس القائمة؟ خليني فقط دقيقة واحدة فقط دكتورة، خليني فقط دكتورة لو تسمحي لي بنص كلمة. ليس كل السلاح ليس كل السلاح الإسرائيليين ما يعطوش المغرب أي سلاح. صحيح. حاجة هكذا بالنسبة لهذا النوع من التوجه إلى حرب الدرونات أو حرب الطائرات المسيرة، الهدف منها هي تحييد عناصر القوة الجزائرية وعناصر القوة خاصة بالنسبة لمنظومات الدفاعية الأسكاتسون، لأنه الأسكاتسون لا تتماشى مع الطائرات المسيرة بالنظر إلى عدة خصائص استراتيجية تقدمها هذه الطائرات، يعني ما يمشوش كيف كيف، لذلك يتم تحييد، هناك فجوة استراتيجية، يتم تضييق الفجوة وتحييد عناصر القوة للجزائر. نعم. خليني معليش استاذ ما رجاء لانه انتهى الوقت الان، يشار لي من غرفه المراقبه ان الوقت انتهى. دكتوره معذره كبيره جدا. اذا المشاهدين الكرام، اسرائيل المغرب تحالف المحتلين كان موضوع نقاش في هذه الحلقه من برنامج خارج التحرير. اعتذر عن ضيق الوقت واتوجه بالشكر الجزيل لضيوفي هنا في الاستوديو، الاستاذه الدكتوره عابر نجوى استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، ايضا الاستاذ زهير بوعمامه وهو استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، وايضا من العاصمه نواكشوط موريتانيا الاستاذ علي احمد سالم خبير امني في الشان الافريقي ومنطقه الساحل. شكرا جزيلا لكم ضيوفي، والشكر موصول للفريق التقني الذي رافقني في هذه الحلقه. الى ان نلتقي في موضوع اخر وحلقة أخرى، تقبلوا تحياتي، أنا سعيد مقدم، سلام.